والله يا أخوات، والله قلت أنا اليوم بدي وصلكم يا لكل وحدة مهمومة، والله قصة تقشعر لها الأبدان، تتمسكي بسورة البقرة كما يتمسك الغريق بالقشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. كيفكم حبيباتي؟ طمنوني عنكم يا ربي، دائما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة وأمان ورضا ورضوان من الله عز وجل، ويا رب اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويا رب اجعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وأنت تتولى الصالحين، ويا رب أعطي كل من طلب مننا الدعاء في هذه القناة سؤله وأكثر مما يرجوه منك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، عاجلا غير آجل. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. أبدأ أي فيديو أخواتي، أنا بحب حط بعض التعليقات اللي تقع عيني عليها من الأخوات اللي بيطلبوا مني الدعاء وبيطلبوا منكم الدعاء، تدعوا لهم بظهر الغيب. لكم الدعوة مستجابة أخواتي، ملك يقول لك آمين ولك بالمثل، يعني دعائك مستجاب، مستجاب بإذن الله تعالى. تعالوا نبدأ. اليوم أخواتي بدي أحكي معكم، مع أنه أنا كنت مقررة يوم الجمعة أني أخذ راحة فيه، وأني إذا بدي أحكي موعظة أو أني أحكي شغلة أحكي لكم يا هيك بتسجيل صوتي من دون ما أطلع عشان أخذ راحة اليوم. ما لقي إلا جتني رسالة، أنا طبعا مستنية هذه القصة من معجزات سورة البقرة الحبيبة لقلبي، ما لقي إلا أجتني هالرسالة اللي مستنيتها صلي أكثر من كم شهر، وأنا عم إلا لصاحبتها كتير بحبها، يعني هالبنت الله يحميها يا رب يوفقها ويزيدها من فضله. هاي البنت كمان كانت سبب من أسباب ثباتي بالقناة، يعني كمل، لأنه بتعرفوا يعني سبحان الله الواحد أحيانا تجي أمور والخلص أنا ما بقى قادرة أكمل من كتر هيك الناس وتعليقاتهم السلبية وكلام هيك بيجرح، فبقول خلص أنا يعني لهون، قول يا رب أنا أديت أمانة أديت رسالة وخلص. فهذه الأخت كانت من ضمن الناس اللي كانوا ورا ظهري، وهي اللي بشرتني انه كملي ورأيت رؤية، يعني فسبحان الله هي اللي عطتني حافز كبير بفضل الله، طبعا ربي سبحانه وتعالى رسل لي اياها اني كمل، وعدتني وقتها من رمضان، وعدتني قالت لي انا هحكي لك قصتي بسورة البقرة ومستني اشوفه من امتى، من رمضان. المهم وصلتني رسالة الظهر اليوم، قلت لحالي خلص بسمعها على مهلي لأنه رسالة طويلة 6-7-8 دقايق، قلت لحالي بس في هيك ارتاح لي شوي قوم اسمعها. قمت هيك بعد ما صليت المغرب خلصت هيك الحمد لله دعيت وخلصت ساعة الإجابة العصر أذن المغرب، قلت لحالي اقعد اسمع الرسالة.
والله يا أخوات، والله قلت أنا اليوم بدي وصلكم إياها لكل وحدة مهمومة، والله قصة تقشعر لها الأبدان. تتمسكي بسورة البقرة كما يتمسك الغريق بالقشة. شفتي كيف الواحد عم يغرق ويمسك بأشي الآن لقاها يوصل للبر؟ هيك تتمسكي بسورة البقرة كل يوم. أيوة أختي، أنت اللي عم تسمعيني، المتألمة الحزينة، الناس اللي عم تظلمك، الظلم كل يوم، المشاكل، حرقة القلب، الأحلام اللي جواتك والآمال، واللي عندها أمراض، واللي عندها سحر، واللي عندها، اسمعي هذه القصة اللي فيها من معجزات سورة البقرة تتفاجئي. يا الله، هي كرامة سورة البقرة. أيوة، هدول كرامة أهل سورة البقرة، هدول ناس مو عاديين، مو عاديين، اللي بتتمسك بسورة البقرة بإيمان ويقين. بس حقلك لمين، قبل ما أبدأ أحكي القصة أنا حقلك لمين بينتفعوا بها سورة البقرة. تعرفي مين بينتفع بسورة البقرة؟ المتقين. أيوة، هي بداية سورة البقرة، ودائما بعد لكم إياها، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مين؟ الذين يعملون بالقرآن. شوفي صفات أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. تؤمني بالغيبيات كلها، ملائكة، الجنة، النار، الحساب، كل شيء ما بتشوفي، قبل كل شيء يؤمنون بالله إيمان. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إقامة الصلاة. ربي سبحانه وتعالى ما قال يعملون بالصلاة، يعملون الصلاة، لا، يقيمون، يقيمونها بخشوع وتدبر، يقيمونها بوقتها بدون ما يضيعوها. ويؤتون الزكاة، هذه حقوق ربي سبحانه وتعالى وضعها. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. الزكاة هي الزكاة الواجبة، ومما رزقناهم ينفقون الصدقة، هي مستحبة. أولئك على هدى. ما بتشككي بآيات القرآن، ولا بتشككي إنه القرآن ممكن يشفي ممكن لا، أو إنها سورة البقرة هي ممكن بركة أو ممكن لا، أو إني قرأتها لجرب. بقرأ سورة البقرة مثل ما أنا، مثل ما أنا. وين إيمانك بالله؟ وين يقينك بأن الله سبحانه وتعالى مهما حصل معك من الأمور أنها خير لك، شو ما كانت شر قدامك، إن ربي سبحانه وتعالى مخبي لك أشياء كبيرة ورفع عنك بلاء كبير، وحيعطيك ويبدلك الخير. استولي بالك، وين إيمانك إنه الله سبحانه وتعالى كريم ورحيم، وإنه لو طال الوقت وسامعك سبحانه شايفك، إيمانك بأن الله على كل شيء قدير؟ وين إيمانك بأن الله سبحانه وتعالى الحليم الكريم الغفور اللي أعطانا كل شيء، بس نحن ما منفكر ولا منشكر لله عز وجل؟ وين إيمانك بأن الله حيعطيك ويرزقك، وحسن ظنك بالله إنه الله سبحانه وتعالى شو ما قدر علي هو خير إلي، وأنا صابرة يا رب، وأنا محسن الظن فيك إنك حترفع عني هذا البلاء، وأنك ما ابتليتني إلا لأنك تحبني سبحانك وتسمع صوتي. هون وقتها حتحصل معك معجزات سورة البقرة بإذن الله. مقدمة طويلة أخواتي، حاجة تقولي لي اختصري، خير الكلام ما قل ودل، خير كلام بيجوا بالتعليقات. أنا حقلك هذه المقدمة ضرورية لكل قصة، لكل قصة معجزة من سورة البقرة. لازم وقت تسمعي المعجزات وتقولي يا رب في هيك معجزات تحصل للناس، أيوة هدول المؤمنين المتقين المفلحين، مشان تكوني أنت بإذن الله على الطريق الصحيح، وشوفي كيف حتحصل لك البركة والخير. وعرفي الفرق بين الناس اللي بيقرأوا سورة البقرة ما يحصل معهم شيء ولا بتلاقي أي شيء في حياتها تغير، وبين الناس اللي بتقرأ سورة البقرة وبتلاقي حياتها كلها تغيرت. هذا الفرق. قالت لي أني أنا من الناس اللي نزحوا بالحرب،
لوين؟ لتركيا. قالت لي نزلنا وتمرمطنا، يعني نحنا كلمة مرمطنا قليلة على اللي صار معي، كل أنواع العذاب والذل بالحياة. جينا عند جماعة، قالت لي سكننا عندن، ما عنا بيت، ما عنا شي، يعني كان وضعنا من الصفر، ما معنا أي شيء. دخلنا على هذه الجماعة وقعدنا عندن، قالت لي أنواع العذاب دوقونا يا. أنواع الذل والإهانة والمشاكل كل يوم كانوا عم يدوقونا يا. وكل ما أقول لزوجي، تقلي كل ما أقول لزوجي شوف المشاكل عم تحصل معي، يسكتني ويقلي ما في مجال، نحن ما قادرين ناخد أي بيت، ولا قادرين نستأجر، ولا قادرين نسوي أي شيء، صبري وطولي بالك. وكل يوم قالت لي عيش نوع، يعني ما كنت تتخيلي العذاب اللي أنا كنت عايشته. أنا طبعا عم بنقل رسالتها بطريقتي أنا. المهم قالت لي سبحان الله وربي هداني وتمسكت بصورة البقرة والتزمت فيها كل يوم كل يوم كل يوم، إن ما قرأتها في الصباح أقرأها بالمساء، إن ما قرأتها قبل الفجر أقرأها بعد الفجر، كاملة ما نام، يعني أبدا ما يجي يوم يكمل اليوم دون ما أقرأ سورة البقرة كاملة، ما يكمل. أقرأ أقرأ وأنا يقيني بالله وأبكي وإلجأ لله عز وجل، يا رب فرج عني ما أنا فيه، يا رب أنا بهم لا يعلمه إلا أبي. هالحالة كل يوم أقول لزوجي أنا يعني ما في مجال، نحن المشاكل تكتر بحياتها مع هدول الجماعة اللي قاعدة عندهم، تقول له الله يخليك بس انقلنا لأي مكان، مشاكل مشاكل كانت للجحيم بينه وبين زوجها، لأنه زوجها مصر يبقى وهي مصرة تطلع، مستحيلة تبقى مع الناس هدول، عيلة كبيرة هي وأولادها، صعب عليها أنها تقعد ويتنق على زوجها الله يخليك، لأنه شايف المشاكل ويواجه المشاكل ما هي ما عم تواجهها كمان. فرح دور لها على بيت، قالت لي حتى ما سألت زوجي وين البيت وشو هو، بس كان زوجها يعني قالت لي قالب علي قلبي لأني عم قل له بدنا نطلع، يعني قالت لي عابس بوجهي ومشاكل مشاكل أنا وياه بس لأني عم قل له أطلع. شوفي المشاكل قائمة كانت وهي عم تقرأ سورة البقرة، يعني هي تعاني وهي تقرأ سورة البقرة ومع ذلك متمسكة بسورة البقرة، متمسكة بقراءة سورة البقرة، ما وقفتها وهي عندها أمل بالله أنه الله حينقذها من الحال اللي هي فيه. هذا الإيمان أخواتي، أيوه هذا اليقين، اليقين بالله أنه شو ما بيحصل معك وشو ما اشتد عليك الأزمات، أنت عندك رب أكبر من الدنيا كلها، الله أكبر، أكبر من كل شيء. نحن ما بنقولها هيك بس، الله أكبر، نحن عم نصلي بس الله أكبر، الله أكبر على كل ظالم، الله أكبر على كل إنسان يظلم، الله أكبر على كل مشكلة بحياتك، الله أكبر على كل مرض في جسمك، الله أكبر. فاتي طلعت ما قدرت استرجي، قال لي لقيت البيت يلا امشي، ما قدرت استرجي قل له وين لقيته وكيف شكله، ما قادر احكي ولا اناقشه اساسا لانه كتير كان في مشاكل كبيره بيناتنا. واخذني على هالبيت وهون المفاجاه، فتح لي الباب، فتحنا الباب بسم الله، دخلت برجلي اليمين بسم الله داخل هالبيت، والله قالت لي الله يطعمه لكل وحده مشتهي قلبه بيت حلو، بيت حلو، بيت الأحلام تبعي، والله تقلي بيت الأحلام تبعي اللي بتمناه، اللي بتمناه ربي عطاني. رغم عبوس زوجي إلي ورغم المشاكل الحاصلة بيني وبين زوجي، فتقلي دخلت على البيت نسيت كل شيء، كل شيء نسيته، وسجدت لله شكر على اللي أعطاني، يعني أنا ما سألت زوجي ولا قلت له بدي هالشكل ولا بدي هالنوع الفلاني من البيت ولا بدي، ما حكيت شيء، بس يعني دخلت على البيت ما سددت، بس البيت كان فاضي. قالت لي كنت أفتح الباب لزوجي معبوس، يعني هيك عبوس عبوس إنه أنت نقلتينا وطلعتينا وليش خليتينا، كله هيك مشحون غضب علي، وانا كل لساني حالي الحمد لله الحمد لله يا رب انت عطيتنا. قلت لي قول يا ربي لو غرفة واحدة بس اقعد فيها قبل يعني ما تطلع من البيت، اقعد بس ابعد عن هالناس
والذل اللي كان معيشين اياه. شوفي الكرم الإلهي، شوفي توالي النعم. بعدها قالت لي سبحان الله، كل يوم عن يوم افتح باب البيت لزوجي يلاقي اغراض مليانة بالبيت، تتعبى غرفة غرفة. يعني من وين إلك هالأشياء؟ من عم تجيكي؟ قالت لي والله أهل الحارة كل يوم يجيبوا لي غرض، كل يوم يعطوني شغلة، البيت تعبى. قالت لي والله كيف ربي يدلن على بيتي، وكيف الناس عرفت فيني؟ ما بعرف، ربي دلن على بيتي، بيتي عم يتعبى غرض. ما كان بالبيت غير سجادة، سجادة نام عليها، عطوني اياها هدول الجماعة نفسهم، وقاعدين عم يتوعدوني رجعينا اياها وقت تجي عندك سجادة، يعني بالذل والإهانة حتى. وشوفي سبحان الله وعطاي رب العالمين تتوالى ونعم الله عز وجل، وتعرفوا عليها أهل الحارة، أهل الحارة، وصاروا يعني هي تنزع المسجد تقرأ قرآن، صاروا يحبوا يسمعوا صوتها، واحد اثنين ثلاثة أربعة يتجمعوا حواليها وهي عم تقرأ. ما تلاقي كل يوم عن يوم يتجمعوا عليها الناس وهي عم تقرأ القرآن، كل يوم تقرأ جزء، كل يوم كل يوم صاروا الناس تعرف إنها هي بتقرأ قرآن وإن صوتها حلو كتير. قالت لي الله يجمل لي صوتي، ما بعرف كيف يطلع صوتي حلو، كان ربي يجمل لي صوتي سبحانه وتعالى. وهي ملتزمة بسورة البقرة، قالت لي ولا تركتها وعندي أمل بالله، وكل يوم ربي يكرمني من جهة، وكل يوم ربي يكرمني من جهة. وكنت أتمنى أشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنام يبشرني إني أشوف قلبي يترطب، يعني أمنيتي إني أشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنام وهيك أسمع صوته، يعني إني أشوفه. يعني منى كل مسلم، كل مؤمن في هذا العالم إنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤيا. وقالت لي سبحان الله، وطلبت من الله يا رب أرجيني الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدها قالت لي برمضان صرت كل يوم أقرأ جزء والناس تسمعني، ويقعدوا يتجمعوا علي الناس كلها، الحارة كلها، نساء الحارة كلها تقعد جنبي بالمسجد، هم عم يسمعوني أنا عم بقرأ قرآن، مبسوطين فيني، قالوا لي قرأي لنا قرأي لنا قرآن. وسبحان الله أقعد، قالت لي بنهار أقعد أتدرب على الجزء اللي أنا عم بقرأ. وأنا قالت لي يعني ما لي مقرئة ولا لي معلمة ولا لي، يعني بس بعرف أقرأ، بس الله سبحانه وتعالى يعلمني، أقعد أسمع آيات، تعلم الآيات من اللي يعني قاعدة مع نفسها وتسمع مشايخ وتتعلم الآيات وتقرأ صح. قالت لي الله اللي علمني، يعني ما رحت عند أحد يعلمني. فقالت لي سبحان الله كل يوم أتعلم جزء جزء جزء، مشان إيه أقرأ الجزء بالمسجد والناس اللي تم حواليه، وصل الخبر للناس اللي كنت عندهم ومسخرة، عادي هي تعرف تقرأ قرآن، هي بتعرف تسوي شيء، هي الكلام المسخر اللي كان يجيها من دول الجماعة اللي كانت قاعدة عندهم. وقالت لي كل ماله يزيد الناس أكثر وأكثر، الحارة أمم أمم، يعدوا النساء يجتمعوا ليسمعوا صوتها. كل من يتمسك بهذا الحبل المتين، كل من يتمسك بكتاب الله وبيقين وهو يقرأ القرآن ومن معجزات البقرة، تحصل له المعجزات سبحان الله والكرامات من الله عز وجل. قالت لي قبل ما أختم بيومين، ما إلا وقت الذي فائق من النوم، ماما أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم، شفت مكان، أنا ما قادرة أنقل الرؤية بالضبط، تعرف الرؤية الواحد ما يكذب فيها، ما بيجوز، واحد كأنه عم يكذب على ربه يعني. فأنا حكي لكم هو المنام، يعني كما فهمت منها أنه شاف الولد الصغير، شاف أنه في مكان بيقولوا أنه في الرسول صلى الله عليه وسلم، وبده يطلع هو يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المكان. فبيمشي وبيدخل وبيدخله واحد، فبيشوف واحد عند الرسول صلى الله عليه وسلم وضريح الرسول صلى الله عليه وسلم هو نايم، يعني ضريح الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه بقبر، يعني بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجنبه واحد يقول له هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الكيس، كيس سلمه إياه للولد وقال له هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت لي الكيس فيه فلوس، قال له هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، أمانة لكم، تمام. فاق الولد قال له يا ماما هيك هيك شفت ولد سبحان الله صغير وعم يحكي هيك ببراءة. قالت يا الله أنا طلبت إني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، قام سبحان الله ولدي شافه. وقالت لي سبحان الله
ما في، أنا قاعدة عم بختم وتجمعت هالأمم بعد يومين وخلاص وصلت ليوم الختم، ختم الـ القرآن ودعاء الختم، والناس من جمعة حوالي أمم 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 من الناس متجمعين وهم عم يسمعوا الختم تبع هذه البنت. انتشر بين الناس إنه في وحدة ما شاء الله تبارك الله بتقرأ القرآن وبتختم بهذا المسجد، تعالوا نسمعها. قالت لي سبحان الله، وما بعد ما خلص الختم ودعينا وخلصنا ما لقى إلا وحدة جاية ماسكة كيس. قالت له هذا الكيس أماني بدي أوصل لك إياها من أهل الحارة كلهم. قالت لي والله، قالت لي أعطتني كيس كبير هيك جواته كله فلوس والله. قالت لي شوفي اللي نحن فيه وربي ناظرنا سبحانه وتعالى وأكرمنا، تجي وحدة بتعطيني كيس كله فلوس، يا الله. قالت لي هذه أمانة من أهل الحارة. شوفي المنام، منام الرسول صلى الله عليه وسلم من شافه الطفل، وشوفي ربي كيف أكرمها وحقق لها الرؤية هذه. وصل للكيس سبحان الله، قالت لي اجتي هي أمانة من أهل الحارة بدي أوصل لك إياها ومشي. والله شو بدي أحكي لك عن كرم رب العالمين وكرمه إلي بمداومتي على سورة البقر إلى الآن. فهذه رسالتها أخواتي من هذه الأخت إلكم، إلكم اتمسكوا بسورة البقرة وكملي انتي عم تقرأي سورة البقرة، كملي يا حبيبتي يا أختي اللي انتي عم متمسكي بقراءة سورة البقرة، خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. سامحوني أخواتي على الإطالة وسامحوني على هذا الوقت، لكن والله تمنيت وصلكم هذه القصة. مثل ما قلت لكم أنا هذا اليوم، اليوم عندي برتاح فيه، ما يعني بنزل أشياء صوتية لكن أبدا ما بطلع بفيديو. ربي سبحانه وتعالى أواني حتى أحكي لكم قصة هذه الأخت، وسبحان الله تاخذوا العظة منها، وسبحان الله تستمروا وتثبتوا. اللي بادئ بسورة البقرة الآن، اللي ما صلى كم يوم بديانة، اللي دوبة متمسكة، تمسكي أختي في سورة البقرة لا تتركيها. واللي كانت عم تقرأها وشافت بركتها وفجأة تركتها، انتبهوا أختي تركها حسرة، كملي واقرأي القرآن والبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أحبكم في الله أخواتي، ويا ربي كل من ينشر هذا الفيديو يا رب اجعل كل حسنة في صحيفته مضاعفة إلى 700 ضعف. والله يكرمكم ويعطيكم كل من ينشر هذا المقطع، الله يزيد الخير ويعطي سؤله ويجبر جبر تعجب له أهل السماوات والأرض. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما، دمتم في رعاية الله وحفظه. لا تنسوني من دعائكم وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.